أنت تفكر بأن هالبطولة مقياس النجاح فيها، هل الأسماء اللي ذكرت سواء سعود عبد الحميد كجانب سلبي أو أيمن جانب إيجابي، ولا تقول لا معياري مع سعد الشهري البطولة؟ لا 50-50 يعني. أنا البطولة زي ما قلت لك هذه تصنع الطموح أو تعزز الطموح داخل اللاعب سواء في الفئات السنية، في نفس الوقت اللعيبة يعني زي اكتشاف عادة اكتشاف أيمن مناسب، ولكن لا يصير فيه اجتهاد والوقت ضيق ومباريات يعني بفرقها يوم يومين، فأتمنى ما يكون في اجتهاد يخرب تركيبة المنتخب. روحهم حلو واضح، ولكن يحتاج إلى جماعية وفي ناس فنيين يقدرون يشخصون واقع المنتخب. جميل.